بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 74. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل الكلام بما تيسر من تفسير آيات الأحكام أو أحكام القرآن الكريم كما هو المسمى في البرنامج، وقد انتهينا إلى قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فبإذن الله سيكون الكلام عن هاتين الآيتين، هذه الآية والتي بعدها. فقوله تعالى: إن الله يأمركم، هذا خبر من الله سبحانه وتعالى يتضمن الأمر بأداء الأمانات. والأمر إذا جاء بصيغة الخبر كان ذلك آكد، وأيضا مجيء الفعل يأمركم صيغة المضارع يعطي أن هذا الأمر يتجدد من الله جل وعلا في كل زمان ومكان. والأمر كما ذكر الأصوليون هو طلب الفعل، والنهي هو طلب الكف، والأمر من الله جل وعلا أو من رسوله، الأصل فيه أنه للوجوب إلا إذا دل دليل يصرفه إلى الاستحباب أو إلى الإباحة. والخطاب للمؤمنين: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ولكنه بالدرجة الأولى متوجه إلى ولاة الأمور، لأن الآية نزلت على سبب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه مكة طلب العباس رضي الله عنه أو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، طلب أحدهم أن يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة ليتولى السدانة على بيت الله، وكان ذلك بيد آل شيبة من قريش. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ المفتاح من آل شيبة وفتح الكعبة ودخل فيها وأزال ما فيها من الصور وكبر الله وهلله في نواحيها وصلى فيها ركعتين، ثم خرج منها عليه الصلاة والسلام. فحين ذاك طلب منه العباس أو علي أن يعطيه المفتاح، فأنزل الله هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فرد النبي صلى الله عليه وسلم المفتاح إلى بني شيبة وقال: خذوها باقية خالدة لا ينزعه منكم إلا ظالم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
فبقيت السدانة في بني شيبة، وسمى الله ذلك من الأمانات، ومعناه أن أمانة حمل مفتاح الكعبة وسدانتها تكون لهؤلاء القوم بأمر الله سبحانه وتعالى. ولكن الآية جاءت بلفظ عام: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وهذا يشمل كل ولاة الأمور، وإن كان أصل الخطاب موجهاً للنبي صلى الله عليه وسلم فهو عام لكل ولاة الأمور من بعده في أن يولوا الأعمال العامة، يولوها الأكفياء الذين يقومون بها. فالعمل أمانة، العمل الوظيفي أمانة، والمسؤوليات في الدولة أمانة، تولى لمن؟ للأمناء الذين يقومون بها على الوجه المطلوب، ولا تولى لمن لا يستطيع القيام بها أو من يستطيع لكنه يضيعها. ثم إن لفظ الأمانة عام، الأمانات، فهو لفظ عام لجميع الأمانات. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن أنواع الأمانة ثلاثة: النوع الأول الأمانة التي بين العبد وبين ربه بأداء عبادته لله وحده لا شريك له، والمحافظة على طاعته وترك محارمه، هذه أمانة عظيمة، وهي أمانة التكليف، وهي التي قال الله جل وعلا فيها: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فأمانة التكاليف الشرعية أمانة على العباد، لا يقوم بها إلا أهل الإيمان، وأكثر بني آدم ضيع هذه الأمانة، مع أنها مسؤولية عظيمة. لما عرضها الله على السماوات والأرض والجبال أبينا أن يحملنها للخوف من الإخلال بها، وأشفقنا منها أي خفنا من تبعتها، وحملها الإنسان وهو بنو آدم لما فيهم من الجهل والظلم، إلا من رحم الله. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.